خويا باش نكونوا صراحه، القرعه مزيانه، وبالنسبه للمستوى اللي وصل ليه المنتخب المغربي القرعه زعما بالنسبه لينا جروب فوزر باش انه يتكاليفا فافوري ويكون في لا بروميير بلاص، سي لا موندغ دي شوز وسي نورمال. هي ضروري كاينين مفاجات في الكره ما غنكذبوش، حق المنطق ما كاينش كره، ولكن دابا حنا كنهضروا على الاوراق بالنسبه للمستوى اللي وصل للمنتخب المغربي والنيفو دو ماتوريتي اللي وصل ليه، خاص نورمالمون يتكاليفا البرومي. حنا لوبجيكتيف ديالنا في هاد لاكوب ديو في هاد الكوب دافريك مينيموم دومي فيناليست ولا فيناليست، الوغ سي توتا في لوجيك انه يكون هو الاول في هاد الجروب. المغرب راه كتيبان مرشح اول زعما باش يدوز كمتصدر، ولا واخا صعيب الصراحه حتى كما كتشوف المنافسات الافريقيه الاخرى، لا هاد كوب دافريك الاخرى ولا اللي قبل حتى 2017، يعني تيكون المغرب بحال مرشح ولكن شي جزئيات بسيطه هما اللي تخليو انه ما يدوش، ونتمناو يكون واحد الانسجام في هذا ويبانوا زعما شي عناصر جداد يقدروا يعطوا الاضافه، زامبي شويه هما اللي قاصحين في هذا. اما من ما تفادي شي نيجيريا مثلا ولا جنوب افريقيا ولا شي منتخبات بحال هكا راه مزيان، يعني قدر كاس افريقيا راه ديما خصك تدخل انك باش تربح زعما، ماشي باش سيرتو زعما هاد الكوب دي موند الاخر اللي داروا دمي فينال، لان راه غتقدر انك غتدخل انك باش تربح زعما، ماشي باش توصل دمي فينال ولا شي حاجه، ولا ما كانش راه غتلعب على 2025 غتنظف المغرب، هذاك الشيء راه ضروري ما تربح. الصراحه الجروب اللي طحنا معاه مزيان، وان شاء الله غنجيبوها غنطلعوا حتى غنديو هاد الكوب دافريك ان شاء الله وديالنا. نديو ان شاء الله، يقدر زعما عندنا المغاربه اللي بغاوه كيديوها. الصراحه حتى واحد ما صعيب، اما الحمد لله ما طاحش مع الكوت ديفوار، ما مزيانه الصراحه مني طحنا مع تنزانيا والدول الاخرين يعني سهله ندوزو ان شاء الله. والله لاحظتي في الورد كاب ديال 2022 لاحظتي راه المغرب راه باين لنا نيفو اخر ياك، وكان شويه وكان غيدي لاحظتي على قبل لا فرنسا هذيك المسرحيه اللي داروا، كان بحال والو نطيحوا للفينال نلعبوا مع ميسي ومود المغرب مع الركراك ان شاء الله ديما باتا. هذا المغرب الا غيلعب ان شاء الله الكاس غنجيبوه ان شاء الله. المجموعه اللي فيها المغرب مزيانه، مثلا تنزانيا والمغرب ان شاء الله تطلع، بالنسبه للمغرب ان شاء الله عندهم الدراري مزيانين، ووليد الركراكي كان عولوا عليه وداير نيه كما كيقولوا، ان شاء الله يكون على الخير. غتكون ان شاء الله مجموعه ان شاء الله قاصحه وناضيه. السلام عليكم. بالنسبه للقرعه الحمد لله طحنا، لا عندي بوماد ديال السلام عليكم. بالنسبه للقرعه الحمد لله طحنا في مجموعه مزيانه، ولكن ماشي مشكل بالنسبه للفرق كاملين مرحبا، ان شاء الله كنتمنوا من المنتخب يكمل على داك الشيء اللي دار في المونديال، وان شاء الله لا كوب ان شاء الله ديالنا. وشكرا. ما كيهمش معنا من اللعب ومرحبا، اللي جاب بسم الله الحمد لله على المنتخب ان شاء الله راه غادي مزيان. شكرا للقجع. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.